تنسيلت بأم البواقي الذي تم تصنيفه ضمن اتفاقية رامسار لدوره في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستقبال الطيور المهاجرة، ومنها الطائر الجميل المعروف باسم النحام الوردي الذي يأتي من إسبانيا. بدائرة سوق نعمان ولاية أم البواقي يقع شط تنسيلت، هذا الموقع البديع المصنف عالميا ضمن اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة. هذا الشط اعتمد في اتفاقية رامسار لأهميته البيولوجية وللمحافظة والتنوع البيئي في هذه المنطقة، عندها دور كبير خاصة في استقبال الطيور المهاجرة. المكان يتوفر على مؤهلات طبيعية وحيوانية، إذ يعتبر هذا الحيز مجالا لاستقبال الطيور المهاجرة، ومنها هذا الطائر الجميل المعروف باسم النحام الوردي بساقيه الطويلتين وعنقه المشرئب ولونه المتمازج بين الأبيض والوردي، يبدو كراقص وسيم ينوع حركاته بين الباليه والفلامينكو. طائر مهاجر يأتينا من إسبانيا على حسب الختم لباجاج نلقاه في الأقدام تاعو، يأتي من إسبانيا يمضي هنا أكثر من 6 أشهر لملائمة المكان وطبعا لوجود تغذية ملائمة وهمة جدا بالنسبة إليه، منها ليزارتيميا ليدافنيا. نتمنى إن شاء الله أنه كما أعطيت لها أهمية خارج الوطن تعطى لها أهمية أولا هنا محليا وعلى مستوى الولاية وعلى مستوى الإقليم إن شاء الله. بالمحافظة على هذه المواقع وأمثالها نفتح الباب واسعا لتطوير السياحة في بلادنا، ونساهم كذلك في المحافظة على البيئة. بمناسبة